إذا كان المسلم يا إخوان عمره 30 سنة 40 سنة تعطيه المصحف تقول له قرأنا إذا سمحت، بيصفر لونه وبينشف حلقه وتتلعثم أحرفه وكلماته ويستحي من قراءته، وبيقول لك معلش والله أعذرني ما بقدر. هو مو ما بقدر، هو لا يعرف، مع أنه معه ثلاث لغات، يعني بيعرف إنجليزي وبيعرف فرنسي وبيعرف ألماني، بس صفحة قرآن واحدة ما بيعرف يقراها صحيح. هل هذا مسلم نصر القرآن؟ لذلك مطلوب مني أنا أن أقرأ القرآن وأحسن قراءته يا إخوان. والله سيسألنا الله عز وجل، خاصة أننا عرب، أننا ولدنا نحسن قراءة اللغة العربية، غيرنا من الأعاجم يتمنى أن يفهم النص القرآني كما نفهمه نحن، يحفظونه ويدرسونه ويجدون المشقة الكبيرة، ثم هم لا يفهمون ما يقرؤون، يحفظونه غيما ولا يفهمون ولا كلمة منه. حدثنا بعض الأساتذة كان في بلد عربي وهو حافظ مجاز، زار صاحبه في ذلك البلد، وصاحبه حافظ مجاز، قال له يا أستاذ في طالب بدي إياك تختبره، هو حفظ وأجيز عندي بس بدي إياك تختبره. قال له طيب جيبه. فجيء بطالب، هذا الطالب عمره شي 10-12 سنة، جلس الطالب، بدأ هذا الأستاذ الضيف يسأله والطالب يجيب، يسأله والطالب يجيب، يسأله والطالب يجيب، وإجابات الطالب سريعة ودقيقة. لما انتهى قال له أنت حبيبي شو اسمك؟ أعجب به فسكت. قال له شو اسمك عمو؟ سكت. الأستاذ صاحب المسجد صار يضحك، التفت عليه الزائر قال له ليش عم تضحك؟ ليش ما بيجاوب؟ قال له هذا الولد لا يعرف ولا كلمة باللغة العربية. هلا أنت عم تقول له شو اسمك وما بيعرف، شو معناته شو اسمك؟ ما بيعرف، لذلك ما عم بيجاوبك. وحفظ القرآن الكريم كاملا. أنت يا أخي بس أحسن قراءة القرآن الكريم، روح سجل بأي دورة من هذه الدورات لتتعلم نطق القرآن الكريم.